توفيق رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وقضة التمر التي قد أطعم منها جميع الجيش وهي نحو ما كانت بل أرب منه، بل قد أنفق من ذلك التمر المصاحب وسقى ولم يزل لديه حتى توهب مقتل للنورين فيما كذلك أيضا من المعجزات أن قضة من التمر وهي ما يملؤ اليد ما تبض على اليد من التمر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أعتقد، وكان قد شاع الصحابة رضوان الله عليهم قبض عليها وشبع منها الجيش، وبعد ذلك بقيت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان إلى أن قتل عثمان في هذه السنة الكثيرة ينفق منها من صاحب أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي بقي. ولما انتهبت الأشياء التي انتهبت ما وقع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني وقعت يعني سرقة كثيرة لأجل الخوارج الذين دخلوا المدينة فنهب ذلك الظرف الذي كانت فيه التمور، لولا ذلك لما انتهى. ولم يزل لديه حتى انتهبا مقتل النورين فيما نهبا. وكم من القليل قد كثرت وكم من القليل كثره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع مرات كثيرة. ذلك أنه أطعم جماعة من أقراص الشعير، معناها أقراص شعير مدن قليلة جدا، حبوب شعير قليلة، بحيث جعلها أنس تحت إبطه، يعني ما نشي فقط في غرف تحت إبطه لقلتها، فأكل منها ثمانون رجلا وشبعوا كلهم وبقي كأنه لم يمسه أحد، كما في الحديث الصحيحين يعني البخاري ومسلم. ذلك ما روي أنه في غزوة خندق أشبع ألفا من صاع شعير، صاع أربعة أمداد لوده صلى الله عليه وسلم، وهو ما يساوي كيلين ونصف كيل. ألفا من الصحابة فانصرفوا، وبقي بعد انصرافهم أكثر مما كان، وأطعم أيضا جيش الخندق بتمر قليل جدا. أتت به جارية صغيرة السن بنت بشير بن سعد كما رواه أبو نعيم في الدلائل. وكم من الأموات قد أحييت، فمن ذلك ما روي عن الحسن البصري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وامرأته، فذكر الرجل أنه طرح بنتا له في وادي كذا وكذا كما كانوا يفعلون بالموءودة، كانوا يقتلون البنت في قبلها حية، يدفنونها في قبلها حية، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوادي إلى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة أجيبي بإذن الله تعالى. فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك. فقال لها: إن أبويك قد أسلم، فإن أحببت أن أردك عليهما. فقالت: لا حاجة لي بهما، وجدت الله خيرا منهما. وأخرج أبو نعيم أن جابرا ذبح شاة وطبخها وثرد في جملة منها، جعل خبزا ولحما، وذلك هو الثريد، دام الخبز تدمه بلحم، فذاك أمانة الله الثريد في جفنة منها في صحن كبير. وأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل القوم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا ولا تكسروا
عظمها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جمع العظام ووضع يده الشريفة عليها ثم تكلم بكلام، فإذا الشاة قامت تنفض إليها. كما قلنا ماضيا أن كل معجزة أعطيها نبي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها. وكم من الأشجار إذ دعوت، حين دعاها صلى الله عليه وسلم أتت حال كونها مطيعة لما أمرت إلى أمرك وإلى أمرتها. فمن ذلك ما في حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى أحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله تعالى، فانقادت معه ذهبت معه كالبعير. والجذع قد حن والجذع قد حن حنين الثكلى. وكذلك أيضا من المعجزات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم أن الجذع، وهو قصة مشهورة في البخاري وغيره، الجذع قد حن حنين الثكلى، حنين الناقة التي فقدت ولدها، لك حتى نال منك وصلا. وذلك قصته موجودة في حديث البخاري وغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعمل له المنبر، قبل أن يعمل له المنبر وهذا موجود الآن في المدينة، كان يخطب مستندا على جذع، معنى أصل شجرة، إلى جذع نخل من الجذوع المسقف عليها المسجد كمثل هذه الأعمدة. فلما صنع له المنبر 3 درجات وضعه موضعه الآن بمسجده صلى الله عليه وسلم، ثم تخطى الجذع يوم الجمعة ليخطب على المنبر، فصاح الجذع حتى سمعه جميع من في المسجد. وفي رواية أنه خار كخوار الثور كشخير الثور، هذا من الصيام، حتى ارتج المسجد لخواره وخواره. وفي رواية أخرى خار حتى تصدع وانشق، وفي أخرى فجعل يئن أنين الصبي، وفي أخرى حنين الناقة أي التي تزع ولدها، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه رحمة له حتى سكن. في رواية فمسحه بيده، وأخرى إن هذا بكى لما فقد من الذكر عنده، وفي أخرى والذي نفسي بيده لو لم التزموا لم يزل يصوت هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا روى هذه الرواية يا قوم هذه الأشياء الجمادات والحيوانات تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حالكم؟ وكم عمن وعمه، كم من العمى أزاله النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وكم من عمه بالتحريك التردد في الضلاء أذبت على أعينهم وهي البصائر، وعن قلوب حتى أدركت الأبصار أو أي العيون التي كانت متصفة بالعمى من المحسوسات، فقد أجل العمى حقا عن الناس العمى المحسوس وهو ذهاب ضوء العين، وقد ذهب عن الناس العمى الحقيقية وهو عمى البصائر يعني عمى القلوب، حتى أدركت أيضا البصائر ما لم تكن تظنه الضمائر يعني القلوب. روى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى، وهذه قصته معروفة جدا ويذكرها كثير من الناس، ولكنه والعياذ بالله من عمى بصره وبصيرته وعقله ودينه. وذلك أن أعمى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يكشف عن بصري، فقال انطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني متوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه في. قال فرجع وقد كشف الله عن بصري. وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال فريك أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا،
فنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة يعني السلك في الإبرة وهو ابن 80 سنة وسقطت عين قتادة بن نعمان يوم أحد وقيل يوم بدر وقيل الخندق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قريب عهد بعرس وأخاف أن تكرهني زوجتي فردها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أصح عينيه وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى وقيل أصيبت عيناه معا وبصق فيهما فعادتا تبرقان ومن إبرائه صلى الله عليه وسلم للعمه وهو الضلال دعاه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قال اللهم أيد الدين بأحد العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام عن أبا جهل ومن قصة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه سمع صلى الله عليه وسلم يحكي الأذان متلاعبا في فتية من قريش يعني يلعب فقط فناداه صلى الله عليه وسلم فلما قام بين يديه ألقى الله في قلبه الإسلام فتشهد ثم أمره أن يقوم مؤذنا كان حسن الصوت جدا وكم من الأدواء يعودا عن المرض قد أبرأتا في الحال بالراحة إلى مسته كما قال المصيري كم أبرأت وصبا باللبس راحته وأطلقت أربا من رفقة اللمم كم أبرأت ما مس صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة أيما مرض كم أبرأه في الحال في ذلك الوقت إذ لمسته براحتك المباركة حصل بره في حال لمسك له ومن ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت امرأة بابن لها به جنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسح صدره فثعة تقيأ فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود كما الكلب الصائم فشفي وكانت في كف شرحبيلة أو شرحبيلة بضم أوله ويقال شراحي الجعوي سلعة تمنعه القبض معها كما شيء مرتفع في كفه تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة يعني خطام الدابة هيكل خزام الجمل فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يطحنها بيده حتى رفعها ولم يبق لها أثر بل فار منها الماء لما ضمئ زاد على ذلك وهذا كما قالوا إن المعجزة بعقل النبي صلى الله عليه وسلم في فوران الماء من يده أعظم من معجزة موسى عليه السلام لأنه ضرب بالعصا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم وانفجار الماء من الحجر يقع لكن انفجار الماء من بين لحم ودم هذا لم يقع مطلقا بل فرأيت نبع قجاشة نعم وجاش وهذا هو أفضل المياه على الإطلاق كما قال السيوطي أعتقد قالوا أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبع النبي المتبع يليه زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر فارأي نبع وجاش وظهر مرتفعا منها أي من الراحة الشريفة الماء لما ضمئوا لما عطشوا أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى الأصحاب بل توضوا وقع ذلك منه مرارا وفي الصحيحين عن أنس حانت صلاة العصر رضي الله تعالى عنه فالتمس الناس الوضوء وضوء معناها ما يتوضؤون به فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني قدر ما يتوضأ به الإنسان فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع أي بتثليث واحد ينبع وينبع وينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم إلى آخرهم وفي لفظ للبخاري كانوا 80 رجلا وفي لفظ له فقلنا لأنسهم كم كنتم قال كنا زهاء 300 معناها قدر 300 شخص قال النووي من هنا بمعنى إلى معناها إلى آخرين من آخرين حتى وضعوا إلى آخرين
ترتوى الأصحاب بل فار من الماء حتى تم ظمئوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضوا ومطروا سبتا يستسقين. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قحط الأرض يعني الجدب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده على المنبر وما في السماء قزعة، ما في أي علم للمطر، ما في وسخ في السماء، فقال هلكت المواشي والناس من ضاعت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فمدت السماء وأمطارها في ذلك الوقت، وما كانت جمعة كاملة لم يجدوا في السماء فرجة، ما وجدوا الشمس من السماء سبعة أيام. فدخل أيضا في الجمعة الثانية وشكى إليه فقال بيده الشريفة هكذا: اللهم على الآكام وعلى جميع رؤوس الجبال ولوديتي فانزاحت. وإلى ذلك أشار ابن دداه رحمه الله تعالى محمد المصطفى رحمه الله تعالى بقوله: وإن شكى الناس قحطا كان أبلسهم أي ضرهم حتى أبلسهم من شدة ضرهم، وإن شكى الناس قحطا كان أبلسهم وعم عام بلاد المصر والبادي عم جميع البلاد، دعا لهم بمجادح السماء وما في الجو من قزع خاف ولا بادي، فغيمت جمعة شحب تسح على منابت الشيح والقيصوم والجادي، من بعد ما طبق الأقطار أجمعها من تلك السحب نوء رائح غادي، سحب مدارير أمثال الجبال بدت تزيا ببرق ورعد سائق حاد، نبي أكرم عند الله كرم حقا وأصح نطق الناطق الضاد، وكل أفعال تفضيل يخص بها بالفضل دون التي صيغت لأضدادي، هذا المديح ولكن لو مللت به مثل الصكوك وكان البحر ميدادي، ومدني الشعراء فيه بأسرهم يوما لقصر إنشائي وإنشائي. يا خير من أطعم الطير اللحوم ومن سقى السيوف ظماء شخب أجيادي، صلى عليك إلهي ثم قال لنا صلوا عليه عبدائي وعبادي، فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد، اللهم صل عليه دائما أبدا من الملايين لا يحصى بتعداد، كل شفيع بيوم أي ومن أي عسير رب العباد لهم فيه بمرصاد، ولا تذبني عن الحوض الذي كما يذاد زود عطاش ضب إيراد، وثبتني بقول ثابت أبدا في نزع روحي وتصويبي وإصعادي، وتحت لحدي أمني إذا رجعت صحبي فرادا ومهنا بعد إلحاد، ووفقني إلى قول أجيب به ملائك الله في سؤلي وإقعادي، وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا وأمهاتي ولي ودي وأولاد. هاك عجيب رجل عجيب شاعر مطر سبتا يستسقيتا برعين هذا محمد المصطفى مدد أولاد أحفادهم هنا بشرق الغرب أهل أمسمي. مطر سبتا يستسقيتا بها وأقلعت يستصحيتا، ومن عليه أو له دعوتا أصاب في الحالين ما سألت، ومن عليه أعوذ بالله دعا النبي صلى الله عليه وسلم نال ما نال صاب ما صابه من الضرر، ومن له دعا أيضا بخير نال في ذلك الوقت ما طلب صلى الله عليه وسلم، ومن عليه بشر أو له بخير دعوت أصاب في الحال أي وقت دعائك ما سألت له لإجابة دعائك. قال الشفاء، وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم عليهم أمر متواتر في جملة معلوم ضرورة، فمن دعائه صلى الله عليه وسلم على غيره بالشر دعاه على مضر، حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف فأقحطوا حتى استعطفته قريش لذلك طلبت منه الرحمة، ودعا على كسرى بأن يمزق الله ملكه، وقد قدم ذلك مزق الله ملكه لما مزق كتابه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذلك في كتابه الأكسرى. وأما من دعائه
لمن دعا له بالخير في دعائه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. وقال لسعد بن أبي وقاص: اللهم استجب له دعاك، فما دعا على أحد إلا استجيب. ودعا لعلي أن يكفى الحر والقر يعني البرد، فكان يلبس في الصيف ثياب الشتاء وفي الشتاء ثياب الصيف، ولا يصيبه حر ولا برد. ودعا لفاطمة ابنته بعدم الجوع، قالت: فما جعت بعد ذلك. وكم من الغيوب قد نبأت بها، كم من الغيوب نبأ بها. ومن ذلك ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما من الصباح إلى المساء فما من شيء إلا وأخبرهم به من قبل ومن بعد حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وليقبل ذلك من أراد أن يقبله ويرده، لا نبالي بذلك. ونقول كما قال محمد مولود بن أحمد: فهذا كلام أمناء الرسل وراثهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأولي، فليقبل الناقد وأولي. قوم ينكرون ذلك ولكنهم محجوجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروح الأحاديث الدالة على ذلك، وكم من حديث دل على ذلك. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بجميع الغيبيات إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا لا يشك فيه إلا من لا يعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن هذا ممازل لعلم الله تعالى فقد كفر، لأن علم الله تعالى لا يتجدد ولا يحد بوقت ولا زمان ولا يحمله أحد ولا يخبر عنه أحد، فذلك علم قائم به سبحانه جل جلاله وهي صفة من صفاته، وهذا علم لمعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وله بداية وله نهاية حتى يدخل الجنة الجنة. فما بين كمالات الله وإن ماذا كان قبل ذلك، وإن ماذا كان قبل خلق الخلق، وإن ما كان قبل خلق الملائكة، وإن ما كان قبل خلق الماء، وإن ما سيصير إليه للجنة من نعيم وللنار من عذاب والعياذ بالله، هذه أشياء أخرى. وإن كمالات الله سبحانه جل جلاله التي لا يحيط بها أحد، هذا فرق. سمع أحد العلماء الأفاضل من ينكر هذه المسألة، وأن البصيري قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فقال: هذا شرك، وهذا تسوية لعلم الله تعالى بعلم المخلوق، فقال: ما أجهل هذا الرجل، حيث يحصر علم الله تعالى في لوح محفوظ المخلوق له بدء له نهاية، ما أجهل هذا الرجل. وحق حقيقة هذا جهل. أين كان اللوح؟ اللوح لأنه من ياقوتة وهو تحمله السماء، أين الله من السماء؟ خالق السماء والملك، خالق اللوح وخالق الملائكة وخالق الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يعطيهم. هذا فرق كبير، هذا فرق. الحديث الصحيح البخاري ومسلم: ما نقص علمي وعلمك، علم اللي يعطيه لجميع الأنبياء وجميع الكائنات، ما نقص علمي وعلمك، يعني الخضر عليه السلام يقول يوسف: إلا ما نقص هذا الطائر اللي مر بهذا البحر وارتشمه. أو في رواية: إلا ما ينقص المخيط، معنى الإبرة إذا وصلت إلى البحر وسلت ماذا يمر، ماذا يمشي معه منه. هذا علم المخلوقين كلهم، لا ينقص من علم الله تعالى شيئا، لا ينقص لك ما ينقص المخيط الإبرة إذا جعلت في البحر، ماذا يبقى مع الإبرة؟ لا شيء. هذا فرق كبير جدا، وجهل بالربوبية، هذا جهل. ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق قدره، وما أعطوه مقامه، حيث يجعل علمه محصورا فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كاملا مما سيصير فيه أهل الدنيا. وما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ هذا شيء يعني أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا جهل شديد. وأخبرني بعض الناس أن بعض الناس قالوا إنني خاطئ في هذا، واللهم اجعلني في ذلك الخطأ إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. قيل المحمد باب بن أمين حفظه الله تعالى: إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك، فقال: اللهم نقعنا في ذلك الشرك، اللهم ادخلنا في وسط ذلك الشرك واجعلنا في وسط ذلك البحر حتى لا نخرج منه، اللهم إن كان هذا شركا فأوقعنا فيه وأدخلنا فيه، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين،
إن كان هذا شركا وإن كان هذا تسوية لعلم الله تعالى بعلم المخلوق ما رضينا بذلك. لكن هيهات هذا لا ينسى، هذا ليس علم الله تعالى، ليس له بداية ولا نهاية، قائم به سبحانه وجل جلاله، صفة قائمة به ولا يحد ولا وليس مكتسبا، وليس مكتسبا، ليس مكتسبا، ليس له حد ولا بداية، ليس له نهاية ولا بداية. وكم من الغيوب قد نبتا بها فلم تعد الذي ذكرت، فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. قال تعبير المصنف هنا بكل علم وعرفان منك استمده سوى الرحمن تعبير خطأ، لما ينبغي أن يقول سوى الرحمن، يقول فكل ذي علم وعرفان منك استمده مدى الأزمان، لأن علم الله تعالى ليس مستمدا حاشاه من ذلك، وليس مكتسبا، وإنما الناس كلهم استمدوا علومهم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البصيري وكلهم من رسول الله، يعني الأنبياء، وكلهم من رسول الله ملتمس وأرفا من البحر أورشا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. هذا وكم من آية لا تحصى عدا من إحدى ولا تستقصى، هذا وكم من آية لا تحصى، لا تحصى، معجزات المصطفى ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد، معجزات المصطفى لا تعد، فكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به. فكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به. فأول شيء خلقه الله على الإطلاق نور النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الذين يعارضون في هذه المسألة، سألني سؤالا ساقطا سخيفا، فقال لي كيف تقول إن كل الكائنات خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، فتقولون إن هذه القدرات وحشاء خلقت النور النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت هذا سوء أدب مع نفسه. فتقولون إن الله تعالى خلق القدرات؟ طبعا الله تعالى خلق كل، ولكن هذا ليس أدب مع الله. أن تقول الله تعالى رب الخنافس، هذا قالوا إذا قال الإنسان يرتد إن هذه إثابته، وإن كان هو ربك كان هو رب كل شيء. لكن من باب التشريف أن نقول الله خالق كل شيء، رب الملائكة والروح كما في الحديث، رب اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل وكذا، لماذا لا يقول اللهم رب الجراج؟ لكن هذا ليس تشريفا لرب العالمين. فلولا هذا العلماء قالوا أشياء نفيسة، قالوا أشياء نفيسة، قالوا لولا الجمال، لولا 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 القبيح ما عرف الجمال، لأن ما تعرف الأشياء بأضدادها، لذلك ليدلنا على الجميل، فلو لم يعرف القبيح لما عرف الجميل. ولذلك عمر المولد قال إنما ومن درى ما رسم الرجاء به دار الخوف، إذ الأشياء إلى الأشياء تعرف بأضدادها، فلن يوجد القبيح ما عرف الجميل، فهذا يرجع كله على أنه جميل. ثابت أن العلماء ليسوا لهذه الدرجة، هذه الغباوة، أي الغباوة، الغباوة هو قال محمد العاقب بن ميابة رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال عازيا لجنون المغربي، قال رب بليد من بلادته تطلبه للعلم تضيع أوقاته. ففيه ناس طلبهم للعلم فوق فرض العين تضيع وقته، لذلك يصلون إلى هذه الدرجة. يقول واحد منهم هذا سويت علم الله تعالى بعلم المخلوق، أنه أخبر عما سيصل إليه الناس من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبي آخر الزمان، هو قال نبي آخر الزمان، لي فاته من الدنيا كلها حتى يعني ما بقي منها شيء. في الحديث الحاكم الدنيا كالثوب شرب صبوه وبقي كدره، هو أخبر عما سيكون إلى يوم القيامة، هذا لا شيء بما مضى، وعلى أنه في الحديث الآخر أخبر من بدء الخلق، هذا لا شيء لما قبل الخلق، لأن الله سبحانه جل جلاله ليس له أول ولا بداية ولا نهاية ولا آخر وكمالاته. وصل به الدرجة إلى صار عندما يقول النور النبي صلى الله عليه وسلم خلق منه كل شيء، يقول لماذا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت منه القدر؟ وصل إلى درجة أخرى تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعلم الكائنات كلها، تقول يعلم مشية الرجل إلى الحمام والبول، هذه أشياء سخيفة. نقول والله تعالى يعلم ذلك، أنه ستحدث عن الله تعالى بالأشياء المستصارة، يعلم كل شيء.
لكن كما قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. وكما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهلون. هذا علم هو مالك رحمه الله تعالى قال ليس العلم بكثرة الرواية. طبعا لا بد من كثرة الرواية، ولكن ليس مجرد كثرة الرواية يوجد به العلم، لكن يوجد بنور يضعه الله في قلب من شاء. بل نور قال مالك رحمه الله تعالى: وتعلمون كثرة مالك في الرواية، لا يوجد رجل على الدنيا أكثر منه رواية. أجازه 370 شيخا تقريبا أكثر من 300 فقط من التابعين والتابعين فقط من المدينة، أكثر من 300. وأفتى بعد أن قال له 70 من الناس عليك بالفتوى يا مالك، وأفتى وهو في 17 من عمره. قال: العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله في قلب من شاء، ليس مجرد الرواية فقط، يكفيك، لا بد من ذلك النور الذي يضعه الله في قلب من شاء. وإذا لم يوجد ذلك النور يصبح الإنسان يضع الرواية في غير محلها، ويصبح يفتح الكتاب ويقرأ 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 حزبا كاملا، فهو إذا هو يقرأ فسادا كاملا، مثلا كتابا كاملا، فإذا هو يختم الفساد من أول إلى ما قرأ شيء، وإنما هو أضل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واحد يقول هذا الكلام، هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل، جهل، جهل المحض. إذا بحث يجد خلاف بين العلماء ونقعوه تنقيحا كاملا، فلماذا لا يرجع إلى هذه الكلام العلماء الذي أوضحوه وبينوه وتناقشوا الخلاف وأوضحوه ويضع المسألة على الميزان الشرعي ويتنحى عنها، يقول نقول سليمة ولا يخطئ الآخرين. لماذا لهذه أصل إلى هذه الدرجة من الحماقة؟ هذه ماذا؟ جاهل محض وإما معاند، وكلا الأمرين لا يشأ إلا جهل، إلا عن جهل بالله تعالى، إلا عن جهل، جهل بالله تعالى، وهو التجرع عليه مع العلم والجهل، أو هو جاهل أصلا لا يستحق أن يدخل في هذا المال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح أمة محمد. آمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب و
وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الأبصار وسلم كل خاتم واسمع عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.